لو يقانو شيخ كاش كاملة علماء الصومالية السنة آت كان ودك إنه هو لو يقاني شيخ أو فوقش كوي من نور أمريكا بس هو حرب أنا الفيديو سؤال آب فرق بدل مركز واحد الشيخ كسر دوا من صوته جزاك الله خير الشيخ واحد بينا وربحك ومن الناس يسوع محكوا صعب سنة فوقش هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولا البوق شري إذا وحكو صاب صني جالي إذاها دي بدا مسلمين تأه عامة خاصة هان أمد الصومالي ذا إن ما رتي لكلمه وأن موعدة يوحيوانو يطلع دينيد إن أنسيو أن كقيم قاتو دات كاس دينك إخير كدات كأشي ديو إن أن كمن نغضاء يانو إمد وانا سفر قابن سفر داس قابن نمر كي إقاماتو إن شاء الله تعالى عن كل هابان أيا ماشي أن كأمي وكيني إن شاء الله تعالى شعوكاش أدبا وما سنتهي إنت عاد قبل كامل صوتا عاد جوبتي waxaa jira in aad muhaadarooyin aad u farbadan aad ka jeedisay masaajid dhammaan masaajidda gobolka marka sare u aragtaa dadka muslimiinta ku nool gobolka runtii dadka gobolkan aan ugu imid khaasatan magaaladan ee gobolka Minnesota waa dad aan khayr badan ku tuhmayo ummadda Soomaaliyeed khayr farabadan ma ku tuhmaya sawta masjid kasta kulli iyo soo camareen ee wax buuq iyo shidana kuma arag khayrka inta لشيء أنا دد أقول لنا نقول يا إلى مغذين إن شاء الله تعالى دد ونحسن إن يهيم بان ورجينا يا إلهينا موعدة ذا وكو أنفع لبذا ندنا عبو نبو أنفع إن شاء الله تعالى شو كاش أنت كسر من قبل كني المساجد هذا واحد من المحاضرين بدل إن أكون قبتي وعكم إذا محاضرين أكون قبت المساجد كشافي عينا كتاب قلي سؤالها دك إكويدينا يحبطنا عين حالة دك ما أنت كجبت marka xaaladda maanta dadka ay ka jirto sheekahan adig sidee baad u aragtaa horta runtii waxaan jeclaan lahaa waxa ugu badan oo ka hadlayay xaaladda dalka Soomaaliya waxa ka jiro ayaa ugu badan waxaan dadka kala hadlayay anoo xaaladda ay ku nool yihiin wax ka ishaareeyay oo dhulka ay joogaan si dadku ula noolaan lahaayeen إنه وحكى إشارة لكن وحي أهدهرته ونصيحة دين كنا نصيحة وي حي إلى حديث جرير بن عبد الله نبي عليه الصلاة والسلام وكوري حنو أشياء إنه نبي باعك ولا قلي إنه قلنا صيحة يقف كستو مسلمة وحيري بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم inu salaadii iyo zakadii markuu sheegay dabadeed oo ahdigii balanta kula galay wuxuu hadana heshiis kula galay inuu u nasaxay nasiixadan waa diinta dadka muslimiinta ay leeyihiin isku nasaxayaan marka min baab nasiixa ayaan u jeediyay hadana dadkii dhageysanayo baab nasiixa ayaan u soo gudbinayaa kalimadan waa nasiixada ah waliba khaasatan dadka soomaalida ee muslimiinta ee walaalahaya oo dhulka soomaaliya joogo waa nasiixadan u soo gudbinayaa فئات كود كل دوان انت اطراف تسهي ستو ويس كسو برجيدو ايا نصيحة دي ذان انو قد بنا ايا انو نفتي دي كبلا غي حاو بيد كوباد ما دام نصيحة اي تهي وحان ولا لها دمان هبيسا ايكو حاها اسكوها يستصو مالي وشي دي يوحا ايكو جيران اني فتن تهي سيداس درتي دبان ولا لها ميشان جوغنا وشي دي وحا صو مالي كسو اني فتنيهين إن أنا لا مشاركين ولا يقيب قادة قال الله في تنادى كقيب قادة نيسي ضد مسلمة ويزدليه كقيب قادة يعني جوجيان أرنتاس أيا أوين في تنتنا النبي عليه الصلاة والسلام نصائح فرب ضم بكبح شيء نصيحين كيسا وحكم ذها حتى وقتها أي فتن كجرو إن أنا يعني منكر كأجولنا يسهدو منكر كوين سكوب الدليل إن هذا لقى قيب قادرين مسلمين إسدي ليسو إن هذا أورن السيف بوحكو زورينيا هذا هذا أود قادتك كم قوني سألن لحين
حالمي حديث ك مارتي أبو ذر النبي الكوري عليه الصلاة والسلام أو كيف بك وقتل يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم حال كاغو صون قنيا مركي ضدك أي سلايان وحجارة الزيت ومال المدينة كم ذه ليقوا أوضاتو قل غلو مركي سيري ما خار الله لي ورسوله الله رسولك وحي إيه دوران أيان سمعيني حديثك ديرا مركو النبي كيري الحق بمن أنت منه ضدك كم التهي آدوس كغتك فتنة كبحبح أي وحو كيري يا رسول الله هذا الكم أدمت ماشي أنك لأي واتاسو يا رسول الله أفلا آخذ بسيفي فأضرب به من فعل ذلك مر هذه ضدك بمسلمين تلا الله يني ليقو دادني سيفتي إذا انتان قاتو ما ضدك سيدا سمعيني أن لدك ألمه هذا الكاسو معركتي صحابي والنبي ويديستي نبي عليه الصلاة والسلام وحقوق الجواب شاركت القوم إذن واتكلقي بقالت ذاتك واتكلقي بقالت وحالي لا منكر أنزولين يا منكر كيو كقي بقالت مركي إني أقرتان إني منكر تهي ومنكر كل سي زيادي أي تهي مسلمين تيستي ليسو مقعك استبها الشكتير نبي قلنا أوفر عليه الصلاة والسلام حديث أبو داود بن ماجه الترمذي إمام أحمد حديث أبي موسى نبي قلنا أوفر صلوات الله والسلام عليه وقت فتن كل جوه كسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها أوتاركم وألزموا فيها أجواف بيوتكم وكونوا كابن آدم قال سوين كينا ججبية وترق حرق كحر قوية قريه إن اللازمة أو فضية هذه قريه قال قوية ما دنا إن آذنك اللي دلو كانت ظلم قال له قد لنا خو مركو ولا لها وحان لاي هاي كو فتنة كجرتانة وقادة مسلم مسلم دلو وفتنه فتنة ذا إلا غفر يستو رسالة عن نورث أمريكانا عن كاني ورين أجرت علماء ذاك بها دي جرين أنا أنسي حوجيه حدنا ولا له إلا جيسانا يعني شيء سومالي قديه ذاك جرون جميع الفئات من قف مسلمة قف كل مسلمة ليجيس أم بنانا وقت الفتنة أنا لوجرة إلا قتبه حان لاي هاي نصيحة ذا وحان كبلا غيا حكومة ذا كبلا غيا ما دام أيضا مقع حكومة ذا أي وضطي الدولة حان لاي هاي شعب كين أون حريست وحق حيو وحمارة بركة عيو ضدك لمن عيو وحل داو عيو وشعب كينيو أون حريست من لا يهي ضدك معارض كإذن كو أهنا قابب بدن أو لولا حالة جري عن دقال أهيني قال قابب بدن أو لولا حالة كرا جري أو لحالة كي منصب كوكوها يستو منصب كي وحكسي دولد سوماليا في أقوني مالها شعب كسوماليا ومد سوماليا أسكاله كي حولا أتكو قنعين كرت حولا كو قنعي دولد باتاي لقال إلهي كسيه حكو قنعي كي أد مبدأ كو قنع سن مبدأ هان إي عقل ضد علماء أهل العلم إنت اللور راديو هل هو قنعي تاسو حان لي هاي حكومة دا شعب كيدا هاو نحضو تدك معارض كا طوائفتو ذك لدوان حان لي هاي ولا ليال إذن كان شعب كينا أون حريست حان لي هاي وحان حصول سنية حديث كنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أوليه الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء تدك نحريسته وخلقه قول نحريسته الله الرحمن كأول نحريسته مركا تدك أرض الجوق قول نحريسته الله بإذنك إذن نحريسته رحمة ده أيام فرية وحاليه ولا ليال معارضك نينك استبه النقضي وحد بماني ودليسه وماشي كبا باي وبركعي وقف مسلمه قفك مسلم كاولا ليالو شعبك مساكينتا انحا او حبضها اللطوريو يانا لقات تورين شعبك ماشي ودقيني شعبك ماشي ودقيني يان لقردين محايا يعني دادك اللبدك اللهم يسان ماشي هاسي حبضو كسوه بينا ينحافظها سنوا بربور يسا سوبيرا ادادك كوغان عسلان يان حبضها لقات تورين دادك معارضك مجتمعين انحان محايا لي إن دتك لحظوا ذا اللقود قال لهم ودكتهين نبي الله محمد اللودي عليه الصلاة والسلام سوى مشركين لدر الرأي هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم عرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا
عيدا سين كنت بقى النبي الله محمد صلح الحديبية وحل وجوجي مكين وقبصره ضد مسلمين وأقلياء ورقي الضمر ضعفاء ومساكين وهجرون وآيي وسنبي يسحبتي سجرانين إني كل انتان تراد دي دل دي دي أي النبي قال له جوجي حديبية وقت جيدي ودقال قال هشيس أي صحابة لبسانين لكن إلهي فتح وكت المامي أي أقبلين مركوحان لي هاي ولا ليالو يانا شعوب تدحدي إذا لقد قال لني وحن قوات أجنبية إيه له نبضا إلى لنا هنا أيجا نروح نجارسينا يا ولا يعروح نلاقي هاي جارسينا يا تتك ولا يعروح نلاقي هاي تتك أمان كإني إلى ليان هذا مقعس أمان أي وتين إني سنقفك معارض كامرك وحبط صوته بقول حبطات شعبك إنه كل أيه وسم صوب ونغني حي الوحى سوق يدو ذو حججبنا هذا سوق إن كان خلدمي وكسر طوره أدينا أي معارض كي نبضا إلى لنا إن يعني قوات كي نبضا إلى لنا إن أرني أي لباتن أقول جوابان ونبض بكشقيا مسلمات كشقيا ضد ببركعيا سوقي ذي ببابيا نبضا نكيس نيا أي جن وحلا إن هاي ما قعد دولد أي كوه هوسي ماذا أي دولد إلى لنا يعني دولد أي يجب أن شعبك أي ليهين وب أي مارت أن حريستان بالربا وأين الشعب كاسي سوقي ذو ذي يقريه ذي الوجود الدمين واحد منا يذكر مساكين تهاوي نك الله دجا الله مي ما بمنا يعني مركو حويان دجا الله ذا حداد سربتان شعب كده حب حب بنا نكوس كوت سكول لاي لكن شعب جديسة يانو سكول لاي حلا يا مركا نصيحة لي ذا جميع الفئات والله حلا يا كوا نحذ ذا سكدي لي يوم عارض كلفتي سدي لي حلا يا هاي قف كدي لي سوا قرا وقف مسلمة يعني سدي لي شباب ك يعني يرضى حن جيدنا يا شباب مر كان ليه هاي ما هو مجيده ما قع شباب ك أور كل بحي لني يرضى سوماليات بنكها الله مسلمين تاع لني يرضى أما عد كستو مسلمة ها أجدو أما أور هشكتو أور ما قعيسا كده قالهم أما هشكتو محلي هذا محلي قدومية من ملحوه هاو ده قالهمي إنه يسن بريتو أسوك الدفاع إن الدم بقى هذا أدي قول هذا هاي ها أجدو من ليه وحن حسوسنا يا أثر الإمام البيهقي ورينا يو أيمن ابن خريم أو كورينا يو مروان ابن حكم أوحو كويري أيمن أسقو الله اللي يويري ما أدنا الراعي ذو دقال كنور راعي ذو نلقشي مسلمين تبس دي ليس وقت قاسي ووقت بني أمية يعني مارت مروان ابن حكم نينكي بني أمية سنو ليي ومارت دول دودي مركاسو أيمن هرل في عن كويري يويري إن أبي وعمي شهدا بدرا وإنهما عهد إلي ألا أقاتل أحدا يقول لا إله إلا الله أبهي يوحو إلى ذلكي صحابتي بدر كقيب قشبي هاي وحيدر دار من إن أنا نقف لا إله إلا الله محمد رسول الله لإن أنا ننتلين أي إيه بلن قادم أي إيه يقول أدر دار من مركاسو كير مروان بن حكم فإن أنت جئتني ببراءة من النار قاتلت معك هذا إيلتي ما دنارت برئنا كبد بادي وكل راعي مسلمين تنو كل دليا هذا إذا إيلتي ما كل راعي ما يوي مركو واحد لاي هاي أرين تاس قف لا إله إلا الله محمد رسول الله له قف ندي الكيس أم بنانا ويا مركاسو هذا الآدقي مبدن وكيري مركو مروان إجت جيرو إسكعير شيء أيو هذا الشعر جيديو يري ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي إثمي معاذ الله من جهل وطيش أقتل مسلما من غير جرم فليس بنافعي ما عشت عيشي حوليه قف مسلم وصلاته كنيو مد لا يماهي قف كلمة احتنمني درتين ودي لماي هذا أرر هبل هبو ليستو أنا أرر كان غالب نقضه يعني بالوضع قال لماي وما سميني يبو محايا لسببته حويان له سلطانه وعلي إثمي ما راح تني ماذا نكاه سهليه لكن أنا جدا بيجي أنا دش يدي جساريه برك معاذ الله من جهل وطيش فريد عقل فريد إيه جهل من إلهي كم جنقل يا أبوي برك أسير أقتل مسلما من غير جرم قف مسلما ميا دب الآن دليا ولست فليس بنافعي ما عشت عيشي وحي أنفعي ما أها أنت نوله اللي لش يدي أنفع ما يسو قف مسلما ميا دب الآن أن دلو وحي أنفعي ما مرك النصيحة هذه وحوي ما دام ولا ليا المسلمين إشدشوا أو دجالن تدين تين أيوت قانو في تن إنيتها صحابذن وأي كود فجان جرين يد سلف كني
أنا وأنك فجأنه أيان مارت النصيحة دي ذليها ثم دني رضا وحليها مادة اللي هذا إسقرحين تدتك إسقرحيو نصيحة خاصة سيناي حد أقول تقفيو حد عكرت أنت إس محارب اسمي نيسو إن ترى هذا عدو بالله ذي الرأي وأدي كل جا أكون متى دعكريسو كل جا أنا أكون متى روح ما عندنا أنا وحب جارسي مركا أحاديث قد أتربلا أيو النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أيو نوشيغ مركا ولا لها حدا نوشيغ نصوص تاسوان حصول سينية حديث إمام البخاري في صحيحه قصه الإمام أحمد عن ثابت بن قيس ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وحوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم طفك النفتي سهوب كدل حديد وحكا ستنقون كرتا ولو عذاب ما أنت قيامه نار جهنم رواية الإمام أحمد حوي من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة شيء وحضانا عن نقضة يسكدلو هذا النفت هذا إنا تقويسه سوابه النقطة وحوي حديثة وحديث متواترة الله نقوليه ولا تقتلوا أنفسكم نفتي نهدلنا ولا ليالو أرنتاسي وحوي وحبنان معها قفك إنو سن اسقرحين أو سن أسو اسدلين أيال الربا هذيك لو حويان مصائب كاس قيامها أيو لكل ميا حديث تنا آذي وبرنتاي نصوص تكهر ليسو آذي أترى برنتاي علماء أهل سنهنا مرنا ما يقرأ رالنا كمن نقضان إن ما ركتي قفك أو اسقرحيو إن زمن كي نجوكتي ويديدي مركونا الأنيقة مدام أدرنتاي ويديسي كالنصيحة فئات كاس مختلف كا جود أهان لما أنتوا ماش أسكوه استورتوا حن لي هاي قلنا حريص الشعب كعدد كمساكين تاي دت كمساكين تا مقالة ذو كسر عليا أمان إيه شيء سماي أمد سوماليات دجال وكسر داشي وقال ذو لي بدت كمان تا دجال لما يو وحي وتن أمد دولة هالشيكتين أما هالشيكتين حزب الإسلام أما هالشيكتين شباب أما أهل السنة والجماعة مقع لي هذا هالشيكتين مقع يدا على شيكتين مقع ديني ذو نوال بوتا مقع ديني ذو وتا وحد أوقاتان هو قامي كوحيد يدي هوري ما أنت وحب بدلي وإذين كوي هم بدي كسو هرتي قبيالة دي اللي قد قال لمي إيو مارتي هو قامي كوحيد يدي هم بدو دي إنا إسراعين إنسان أوقاتا شعبك كسو هري أنا حريستا هدات الرحمة الربتان إله إنو إذين حريستا دار ربتان ضدك أنا حريستا حيا يلي يعني رفقك يدبع سنانته نبي وحير ما خالدش الرفق ما خالد شأن إلا زانه والعنف ما خالد شأن إلا شانه عنفي يأذيك وحما تري ولا ليالو هدي دين أي تاي أرنتا دين كإلهي وحولي هاي مركي ذاتك الدين اسكو قبسلان وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وحاسكو يستنى دي دين تاي إن إستشان مكينيسي وذا فريستا وذا هضلا تدك أهل العلم جاء مع عالم كعلماء وأوين أويرتا سومالي هدا نسقن عنكرين عالم الإسلامي أويرتا سقنعية هو الدين كو وذا هضلا هدا الدناء تهينا سومالي الدولة دي دو إذن كبدا انت درايسي هدوي هاي ولا لو كو هشية الدولة داس إيو ومدنما داس ومداسن هل بدبادية إلهي نوغرنا حريستا كلمة دي دولة الانتسان مارت وجيدين لها وحقيقي صوهر شعبك شعبك قدها كو جراهي وحان لا يهي حصبرين هاسكاد دول قاتل يعني نكود هكو صبرين هاو استاقين داد وحقارت كمادة معنين اياق اللفتو ده كهورتاقين داد كهالله اللين معارض كهيرادين نقاد داي دباتنا دولة ده هيرادين نقاد داي دباتنا عيدا ماذا اجنبي قاد دباتنا نقاد داي هيرادين هايس ارسادين كلمة دو دهنا هموجيان نبكان سلو قاد داي هاحد لين هاحد ليين آموسين قولنا ييسن تيقيرين حاليا شعبكو قولنا هتاقيرين oo wax is haystaa laan hada taageertaan fitanka ka qayb qaadanaysa dadka dibadda joogo ee hadda magaalada joogo iyo dadkeedu uu kamid yahay ayagana nasiixadeedu waxa weey walaalayaal oo dabka horayo dabya lagu daray lacagtiina lagu dagaalama taladiina idaacadaha aad ka hadashaan baa lagu dagaalama aniga waxa weey yani dadka idaacadaha iyo suuradaha in laga qaado diyaarka waa ma ahayn laakiin maslaxada Soomaaliyeed in kelimadeeda gaarto maanta meeshan u fariistay oo kelimada u soo jeedinaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiinaya kelimadaas aniga inaan ugu anfaco walaalahayga dhageysanaya markasta joogana inuu ku anfaco dibad iyo gudaha waxaan leeyahay marka dadka dibadu ha ka qayb qaadanina lacagtiina ha kala qayb qaadanina ra'yigiina kala qayb qaadanina yaani ma aragtay
تاجردي نافك حتى هك قيد قادمين دبك سداد دمين كرتان دمية وحجر ذاتين انت اسقر رصتان مرايكن هجوجين كندا هجوجين يورب هكر جوجين بلد كستو انت قدية سماي ستان دبك بحي سيدي اللود دمين لها خلق الشقيه يعني الرج يضمر يعقال لليرو وضيال عدوى بكله وحلوغة باهية يسياسيين يوحي دوني قنعصته وحلوغة دوني علماء الدين انتلس كاشده ايضا ومقصد كوية دبك الدم ينو إن لغا شقيه حكا شقيان بان ليه مركا انيقى النصيحة دي كلمة ده سورتا نوئي بيت مركا كده انا وانكا شيغا انت انا وانكا شيغا كيني هدان جوغا وانكا شيغا هدي ان سومالي قده نالا ان كتاقي بات جرت وانكا شيغي halkan waan ka sheegayaa meeshii aan tagana kelimadan dadkaas risaaladaas ayaan u gudbinayaa arintaas aanan u imid allah subhanahu wa ta'ala waxaan codsanayaa ilaahi qalbiga dadka muslimiinta inuu isku soo jeediyo oo walaalo ka dhigo marka walaalayaalo shacabkiina u naxa si ilaahi idin kugu naxariisto subhanahu wa ta'ala shaqo kash adba ma sada waxa jira waxa sheegtay dhinac dawladda waa ka hadashay dhinac ururada siyaasadda waa ka hadashay maksaashayd waxa weey labadoodu waxay sheegtaan in diinta islaamka ay ku dhaqmayaan marka sidee ay adigu kula tahay keeba u dhow diinta islaamka keeba u dhow aniga sidaa la yiraahdo dadka muslimiin waa ururadan waxay leeyihiin diin aan rabnaa aan dadka in lagu dhaqan doonin dowladda baarlamaankeedii iyo wasiirada inta fadhiisteen dhan diinta islaamka sharci noo ahayn sida noo muujiyeen waxaan rabnaa dowladdu inay ka dhabayso warka diinka ay sheegaan kuwan mucaaradka ayaga kasoo horjeedana inay ka rumaystaan waa beentiina inaan oranin oo ayaguna la fadhiistaano dowladda mucaaradka ay soo dhaweyso diinka inuu dhab yahayna ay tusto diinkan qof gooniya iska leh ma jire diintaas ilaahay loo wada sacayiyo in maaragta la wada gaaro marka kanaa saxsan iyo kanaa khaldan aniga nasiixan jeedinayaa kanaa saxsan iyo kanaa khaldan waa markii xukun la gaaro weliba waqtiga fitanka la joogo xukun lama rido sidaa ogtaa hebelaa khaldan iyo hebelaa saxsan waqtiga fitanka lama yiraa waad ogtahay culummadu waxay dhahaa markii fitanku dhaco xataa waxa la iska dilaa dib looguma noqdo lama baaro hore loo socdaa marka inay heshiiyaan oo gacmaha isqabsadaan oo ummaddan shalay way midaysanayeen dadka hadda maanta yacni maaragtay dagaalamayo shalay mid bay ahaayeen maxaakim islaamiya magac layidhahdo kulligood ku midaysanayeen waxaan leeyahay ceeb baad shacabkii muslimka ahaa ee soomaaliyeed ama caalamulislaami ama caalamka kulligiis ceeb baad u soo jiideen ceebtaasina iska meertaan baan leeyahay nin walbo ilaahay dartiis u tanaasula leeyay wallahu aclam sheekh kaash aada baa umaadsantay waxaa jira eray ay dadku aada u isticmaalaan oo laa jihaadka dowladdu waxay isticmaashaa in ciidamadoodu qofka ka dhinta inuu yahay qof jihaaday dhinaca kale mucaaradka waxay isticmaalaan qofka ka dhinta inuu jihaad yahay marka soomaaliya ma la oran karaa maanta jihaad baa ka socda walaalo horta waxaa fiican jihaadka in la tacsiiliyaa fiican yaa lagu jihaada horta kow qofka lagu jihaadaya horta inuu cadaadaa la rabaa tacsiilka jihaadka waxa weeye muslim laguma jihaado waxa lagu jihaadaa waa dowlad islaama oo ilaahay kelimadiisa inay kor noqoto u dagaalamayso baa jihaad fii sabiilillaahi la yidhaahdaa kelimadda alleh inay kor noqoto dadka ay la dagaalamayaanna waa inay gaalo cad oo u dagaalamayso kalimatulkufri inay kor noqoto kelimadii ilaahayna hoos marto ay noqoto horta jihaadka labadaasoo dhex mara sidii nabiyullaahi maxamed iyo saxaabadiisa ay u dagaalami jireen taasaa jihaad la yidhaahda marka aslan horta jihaadka aan isla garanno dad muslimiin oo diriraya jihaad ma la yidhaahda marka ma soo geli karaa waxaa loo yaqaanaa laba saf oo kala baxsan gaalo oo kelimatulkufri inay kor noqoto u dagaalamayo oo xarbiyiina iyo muslimiin u dagaalamayso kelimatullahi inay kor noqoto labada raayo oo kala baxsan labada ciidan oo kala baxsan oo muslim iyo gaalo ah kaasaa horta shareecada islaamka ay jihaad u taqaanaa wixii ka soo haray sida hadda soomaaliya waxa ka jiro jihaad lama yidhahdo waxa islaynayo waa muslimiinu waxa gobollada dhexe ku diriraayo waa muslimiinu hiiraan kuwa ku dagaalamaayo waa muslimiinu xamar kuwa ku dagaalamaayo waa maarata waad ujeedama muslimiin wa gobolladan jubooyinka jubbada hoose iyo meesha wax ku dagaalamayo waa muslimiin wa baayi bakool waxa bakool iyo halkaa ku dagaalamay waa muslimiin wa marka muslim dagaal dhex maro nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima
فالقاتل والمقتول في النار لو مسلم هذا هو كل إسكاله ما دام كان واحد يلاقي كل دليبة لبذا بوا نارتي كله مركز على ويديو ليري كان مقتول كوان قرنية كان قاتل كاي واحد لي واحد لي يعني كان قاتل كوان قرنية النار تقلي كان مقتول كاي اللي لي محو ياسيه النار تكون متيستة نبي وحير إنه كان حريصا على قتل صاحبه ولكن دل كي سبوا دوني ولا قال هرمري وور بس قام ينو دلو لكن دل كي ولا قال هرمري مركا جهاد لما أرن كره وح ماشى كسع ضو ومسلمين إسلامين ومسلمين صوفية ومسلمين شباب كوا مسلمين لما كل يلاهدو ما رتي حزب الإسلام ومسلمين دولة دوا مسلمين مركوا ضد مسلم وإسلامين جهاد نحذو ذك مسورو بيو وقتال وفتنة إلا قف قادر النبي الله محمد أو فري صلوات الله وسلامه عليه وياه الله أعلم أدوا ما ست الشيخ حفظ الله إلهه وحفظه وحده سؤال شينا كويديا دك قاربا وحي ليه حبل واقع سدار دكت ليك يسو وبنائي هاي قفك مسلم كا وإسلام نمديس أي سقناته وكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عرب كنا كجدا واقو قلبي كنا كاعتقاديو جوارح لي حبناها نكسم أيه ومسلم هو ومسلم هو بيجي سمر نقفنا حلال ونقن ماي قفوا حلال ونقن أي بجر بل إسكدا إنه بيجي سحلال نقضي حتى هذو كلمة لا إله إلا الله كلي وكل دواه وقلبي كافر كي هاي ومنافق كي هاي حكم كظاهر كإسلام كالسينا هاي لو ما أقول إلا دينه بيجي سيمال كي سبل كل واحد قد بلا ما أقول لأن النبي الله محمد منافقين اللي جوج جرت سلا دكتاي منافقين تي لجوجتين النبي قمر رميسنين إسلام كيدين تنا ما ين رميسنين أفكي لكن لا إله إلا الله محمد رسول الله كير هذه وأنا لبد بادي نفتو ذي دي جو ذي مال كو ذي كله لو بد بادي مركز سلا درتي قفك مسلم كا إن لقال يسيو حق أمرها قفك قفك ليرو قال يسيو هذه إسلام إن مدي سسقناته لما قال يسين كره إلا إلهي رسول كيسوحي قال يسيان موي الله رسول كيسوحي قال يسيان با قال قال لماذا يتكفيرين تقفك الله التكفيريو وحق إلهي أوليه رسول كن ليه عدك صهرت واحد تحت مارتي قال يسين كرتاهي مجرت ويا مركو قفك إسلام نمدي سسقناته يقين موي وحكرا لوغ ما ساري كره شبهات لوغ ما ساري كره شبه لوغ ما ساري كره وحال الربا قفكا إن شروط التكفير ك قال لماذا شروط هذه إنه كامل نقطه وحن أوسمينا إنه علم أولية كفر قال أوسمينا قال لماذا أوقل إنه علم أولية إنه أسقو دورتي أو خيار أولية هو اللي خسبي إنه أقص دي أو سن خطأ يقف أي سن وقدع إنه سن تأويل صحة أو حتى تأويل صعون كراه إنه سن وذن مركي إنت له شروط أي كامل نقطه سلام كان موانع ذي كفر قدي ذي سلسلة جهل إنه وحا كجاهلي هاي إنه سوحا لغو خصبي إنه خلط وقرد عاي إنه التأويل سائق وطه مركي إنتا لوايو يعني موانع ذينا لها لبا نجيدا مانع كريب لها أو كفر قدي ذي لها لها شروطنا أي كامل نغطه مركاس أم باقفك لقال يسينكرا وليو مركي إقامة الحجة لغو سمي وإن حجة لغو قوم وقف كان شبه هذا أو وطه لما ترتره لغا ترترو لكن قفك عن رئيس كو خلاف نبا مرتد واينا إرهاب قال واينا إرهاب كلمة داس نبي الله محمد الحويري من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما قفك ولالكي قال كو شيغو متكود بالا اللابا أما أساقا قال هورنا أما كان كلا يكون نقونيسا كلمة دو ملعب لا مدع يسوي قفك من قال لأخيه عدو الله إله عدو إله إله عدو تنمادو أما أساقا يكون نقونيسا أما كاسو نقونيسا ملعب لا مدع يسوي رواية إلا حار عليه بيقاركوت المامية مرك كفر قال يرد ذا ضدك اللي اسكق عليه سيو و أيضا أنا شروطي أن لا أجن موانعني أن لا فيرني إقامة الحجة أن لا سمينين إن قفك كفر اللي اسكق إطلاقه مذهب أهل السنة كم إدماءها ومذاهب أهل البدع عوية الله أعلم بس هذا الدين تي إني سيري سياسة إلشي مرك أدقى هاشيخ واحد جرا ودر كهذا موجودا الشباب باجرا حزب الإسلام باجرا واحد جرا سنة وجماعة جرا كل تكفير لها جرا
سيدي عدي هاشا سهل سيدي عدي ورغم بدل الديتا دقيق ورغم ورغم هرت سيدان شيء كلمة دي وسكن نصيحة واي مقصد كلي بنكرون كلي هني ما جري إلا نصيحة أم بنو لجيرة وحوية مسلمين تأ الله سبحانه وتعالى وحو أمر إني مد نقضان إنا لك لقين قلنا إنا نوك لقين بربي أمر سبحانه وتعالى حو إلهي القرآن كله هاي قايدة آدو تربدا وهذا أنا إنت كسو كوبي كريم سو ما لدى كل جدنا أي قانا تتك أوروبا كجرى وسمايستين كل جد أي قرنا يا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا وأمر ولا تفرقون والنهي وأنا لكرر يعني الاعتصام بحبل الله بالأمر إني من نقضان بالأمر وحال قرر التفرق بل نبي الله محمد قال يردتك الدين تو ذقي بي أرر أرر إي حزب حزب إي كوحا كوحا أم نقضو وحال ليه هاي كمد ما هد بال ليه في سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إله إليه سبحانه وتعالى كمد ما هد وح أتك قصو قنت ألا ما أرقو يعني طريقة هذه سنة ما هي مركا وحا وهي أنا أهان مركا إوي ديسو في القوين كان مقعير هذا أترسي كمد هين كو آلين شيئين وكا قرصون يكمي ديهين طريقة طريقوين كي يكمي ديهين وحاسو بان المسلمين تلوك لقيبيا وحوي وأسماء ضدك يا مقعيو ضدك المسلمين تلوك لقيبين ايو ما أنزل الله بها من سلطان حجة إلهي أسود جين إين جرين وحال لي يا مركة وباطل وي والنحي بيكالين نبي الله محمد وحو أمري وحو في حديث أو حديث إمام مسلم في صحيح وكورنا إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة سندح ذو إلهي الرادق كي هاي وحويه يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا إن أسقع عبدان ودن شرك أصمي كان لباد وحوير النبي كحجيه شرك قمرك وكدقي وتوحيد كوامري وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن حرق إلهي قبصتان وإذن كل التقن وهو إلهي نوجع لي هاي مرك قفك حزب ذاتك المسلمين تكبح سمي أر كبح سمي كوح كوح أقيبي مقعي الدين أسمي وحوية وقف نهي جاس كوحد قدبي رضاها إلهي وحراد كأهان الديري ونغنى يا هوي مرك لما أقول مسلمين تدحل إن حزاب لقد حسمي لما أقول هل حزبي هو سلام كل رجل حزبي غير حزب الله وحكى سؤال حزب الشيطان أما تعاونك إلهي أقولي حجر تعاون شرعي على الإله وتعاونوا على البر والتقوى أيضا من الحزب كان ولا هذا جعل كاغا نصر هذا أتكوح قليل كوغوني يلي سؤالنا نحين بال الربا ذلك مسلمين تأه إذا كنت تعاونان وحي معروف وخيرة إذا كنت تعاونا تقوى ذي إلهي كنت تعاونا تن وحي كهر ما نسا حزبية الله سميست أو أيضا بقى الله ما يحد ما أنت جاري إنه خبص قاتلا والتعاون على الإثم والعدوان إن قنيسة التعاون على البر والتقوى ما أهوي شعكاش واحد إلى واحد إلى شعكاش حزب وكتل سنة وسلف الجديد سلف الجديد كانوا ما أقول إلى عجهاك ما أريد أسكلا والله الهرت أنا أور كمتر سنة وين أشياء سلف الجديد نا هذا أور تاي هذا ما كمد مه هذا أور كمجرو كان مد مه ما نجينا كمد من نخو ما نجرو وح سلف الجديد كل شيء جينا واسكد عاية ضد أي تورين نين هذا كبيه كرا أبيه هذا راديسو سلف الجديد هبل إيه هبل إيه هبل أنا أقو إله أقمر خاتي كعي مجد غف لهاي إنت تاسو مجلسو ضدك دوبيهين بان كوي ديا ورفرت هل التاقي نين كيف سلف الجديد بعائي أقوي إيرين أنا يحيي له هذا أما أر إنا يهين كمر خاتي كعي أمام الله ولا واي تاسر توامدو هبي سأر يهين ولا الروح على الربا أنا قمت بري بانك أهل بنا عنك جوجا ما نكجر كي كجر الناس كي قتك بالله ما نجر واحد جر ما حصوها الجهاد كي جديد شيخ جهادك ومعلوم من الدين بالضرورة على هذا دينك وحيالها اللي قرتو وقفكو هذو جهاد كي جديد وقف إلى صلاة ما جرتو كلاته قفك صلاة يبقى واجب أبو واجب ما هي إلى صلاة إله واجب ما جرتو سو كو قالوا ماي جهاد ما جر قفك إلى هذا ديدنا وكو قالوا ماي مركو أكلم واي waxa aan diidnay haddaan aniga iyo dadka ugu aragtida ah dad isku aragtina oo caalam islaami ka buuxo waxa dadkan hadda atlanta hadda intaan inta minnesota imaanin yaa waxaan ka imid atlanta ku hormaray aan imid dadka masjidka jooga umada wax loo sheegay maraykanka u badnaa waxa ka buuxa arabka ka buuxda
أجناس مختلفة كوذا جرت ذاتك وحشيهين من كستو أو مسلمة أو أركتدا أسقضو ومسلم وأنا ولا الكاوي مركا جهادك قف ديدا مجري وحا أي ديدين وفتنة هذا أنك شيكيني فتن تاس مركا جهاد إلا قمك عابنا حوية وحقائق أو لدورية وي ولا له حالية ولا له ضد مسلم لحدي جهادك مسوروبه تاسع لي وحا ديدنا وفتنة جهاد المجيد جهادك الإسلامي دينك وكم ديان نكي ديدنا كقالوبه والله العظيم شوكاش وحا سوقع من قبضي برنامجك dadka muslimiinta adduunka meel kasta ay joogaan way ku daawanayaan maxaa ku soo gabagabeynaysaa maxaa fariin aad u haysaa dadka muslimiinta jazakallahu khayran horta aniga nasiixadaydiina waan hormariyay waxaan ku soo khatimayaa dadka muslimiinta caamatan dadka luqadda aan ku hadlayo garanayo khaas ahaan waxaan leeyahay walaalayaalow midnimo waxaad ku weydaan khilaaf kuma helaysaan midnimada oo lagu midooba diinka ilaahay baan idin amraya kitaabka ilaahay sunnada nebiga فهمي الصحابة رضوان الله عليهم دين كان أيوه فهمين وكل ذا أراد كناه من صحابة الدين ذا يمجرو اللهم شيعة أنباء صحابة طعنسه عدي إلى سمجرته مركو حن ليها فهمي قاس وكتابك إلهي سنة النبي فهمي الصحابة ومدى أصدق تماده حن ليها ومدى الصوماليين ولا ليالو دم بقال قال إلهي أنو توبة كينو رمانتين ربع أصول قنو وحن ليها أنه أمد يني أمد يني أو ummad nimada inaba baba ay adduunkana tu ka cambaar lahan ka noqon sida asxaabu saba ahlu saba oo kale tan shanta qaaradood ku kala daadsanahay dadka gudaha jooga oo idinka qiyaadadii iyo madaxtinimadii maanta hayo ummadaas inaad soo celisaan inaad ku dadaashaan waxaan leeyahay u dardaarmaya dadka qaxootiyada meel walba xariiha ku jiro ama soomaaliya gudaheedu ku barakacay ama ma aragtay dibadaha dowladaha gaarka ah ku jiraay ha loo gurmado dadka dibadda jooga ee caafimaadka iyo maaragtay amniga iyo dhaqaalaha haysto u naxariisa dadkaas walaalaha waxaad heli kartaan ugu kaalmeeya gargaara aniga intaas unbaan caam ahaan sameyna dadka walaalaha diinka isku haystana diinka waa lagu kala baxaaye walaalayaalo idinkoon isdilin inta wada fadhiisataan wada hadlo miis iskugu imaada kuna heshiiya kitaabka ilaahay culammada caalamulislaamina u yeerta haddaadna soomaalida uga baqaysaan eex inay kaa exdaan reer hebel u raacaan waxaan cidan reer hebel aqoonin oo ahlu sunna ahoo kitaabkii sunnada cid walba ka hormarinayo dowladda ha raadiso dhaqaalaha ku bixiso mucaaradka ha ku bixiyeen ha la isku yimaado oo walaalnimo ha lagu wada hadlo ummaddaasna ha loo naxariistaan leeyahay gabagabadeedu waxa weeye ciddaanan khalqiga ilaahay u naxariisan raxmadda ilaahay ma helaayo sheekhulislaam ibnu taymiya markuu ka hadlayay dadka ahlu sunnaha ah wuxuu ku tilmaamay inay yihiin acrafu nnaasi bilxaqi ama aclamu nnaasi bilxaqi xaqa kuwa ugu garaad ugu aqoonta badan inay yihiin wa arxamuhum min alkhalq khalqigana kuwa ugu naxariista badan inay yihiin haddaa ahlu sunna tihiin u naxariisa dadka shacabkaabaan leeyahay kelimadeed intaasan kusoo gabagabayni waana iga nasiixo maqsad kaloon kale yahayna ma jiro dee walaalahayna waxaan ka dalbayaa i dhegaysanayo nasiixadaas inay qaataan oo siday tahay u qaataan tafsiir iyo tawiil kalena aan laga samaynin hada wabilahi tawfiiq wa sala allahu wasalam cala nabiyina maxamedin wa aali wasaxbihi wasalam